حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في رحاب فعاليات مسابقة ميسان الفرقية الوطنية الثانية التي قد اختتمت ليلة البارحة على بركة الله تعالى في أرض ميسان الحبيبة. وهكذا تنوعت هذه الفعاليات بين فعاليات الاختبار التي تخص مواد التلاوة والحفظ والتفسير والإضافة المنفردة لهذه المسابقة، وهي الميزة التي تميز هذه المسابقة هي فعالية الردة الحسينية، ولم تكن بحد ذاتها ردة وإنما تمحورت حول موضوع مظلومية السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. طبعا تخلل هذه المسابقة وبرنامج هذه المسابقة سفرات ترفيهية إلى مجموعة طيبة ونخبة فاضلة من مشايخ مدينة ميسان الحبيبة، فبالأمس كنا عند البدراج واليوم نحن نحل ضيوفا عند أحبتنا وأخوالنا السواعد في هذه المضائف أو المضايف العامرة في محافظة ميسان الحبيبة. نتمنى للجميع التوفيق في خدمة الثقلين، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم يا ربي على خير الأنام والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة كلمة شكر وتقدير وثناء جميل للإخوة في تجمع الميسان للقرآن الكريم، حيث أبهرونا بهذه المسابقة الثانية الفرقية الوطنية والتي امتزج فيها طيف من كل أبناء العراق من القرآنيين وغيرهم. ما ميز هذه المسابقة هو امتزاج طيف العشائر وطيبتها وأصالتها مع الحراك القرآني، حيث صاروا كتلة واحدة قد أخرجت لنا مسابقة قيمة حقيقة. ما أود أن أشكر به شيوخ العشائر الذي استضافوا واحتضنوا القرآنيين في هذين اليومين الماضيين، وأتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى أن كل محافظاتنا وكل عشائرنا وقبائلنا العراقية الأصيلة أن تلتف حول من يمثلون الحراك القرآني لنشر الثقافة القرآنية، حتى نصل بها إلى ثقافة مجتمعية، ثقافة تصل إلى حتى ربات الحجاب كما يقولون. أيضا أتمنى من كل القرآنيين التحرك على أوساطهم، أن يؤثروا في مجتمعهم في عشائرهم لكي نصل بهذه الثقافة إلى المستوى المطلوب الذي يكون زينا لمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا لهم بالتوفيق والسداد ومزيدا من العطاء القرآني ومزيدا من النسيج العراقي الأصيل الذي نخرجه إلى العالم أجمع، ونقول ها هو الوجه الحقيقي للعراق، هو وجه قرآني حسيني محمدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الجلال الياسري رئيس رابطة القرآنين في محافظة المثنى. مسابقة ميسان الوطنية حقيقة من أحلى لحظات حياتنا القرآنية واليومية. تمنيا محافظة. محافظة على رأسي. تم جيران العمارة. حبيبي الغالي الله يحفظك. كشكشني يلا. في مظاهرة بدرات. يلا انا وياكم طاب. مشاهدي قناتنا محمد احمد عبد الرضا الدراجي، اليوم احنا بمضارب البدراج، على روسنا البدراج. هذا النهر اللي قدامنا شنو؟ هذا فرع من فروع دجله. ايوه فرع يطلع على مركز المحافظه، هسه منها يطلع على سلام ومنى وهوار ميسان. نعم. هاي المنطقه ايش اسمها؟ البتيره. هاي البتيره. بتيره ناحيه هسه مستقبل على سر ناحيه هسه منطقة. منطقة البتيرة ضم قرى. مجموعة قرى. سكنتها شنو العشائر اللي تسكنها؟ البدراج. قاطبة؟ اي وذاك الصوب البهادل. هسه الصوب الثاني البهادل. البهادل وهذا صوب البتيرة البدراج. عشائر البدراج. على روسنا. البهادل والبدراج على روسنا إن شاء الله وجميع عشائر محافظة. الله أنتم الشرف. مشاهدي قناتنا الكرام، هذا هو الطاووس، الطاووس الجميل. شوف شكله ايش قد حلو جميل. طبعا هذا الطاووس في محافظة ميسان في مضيف الشيخ صلال احد شيوخ
ألبو دراج. حجينا هذا شنو نوعيته؟ قلت لك هذا خشف عراقي. خشف يسموه غزال ويسموه ظبي. زين وهذا ابو القرون هسه ذاك القرون وينه؟ ذاك اللي غاد ذاك الصغار ذاك الجبل ذاك المها المها؟ الجبل هذا الريم يعني الريم هذا اللي اي هذاك المها الريم الريم المها شوي اكبر يصير بقر كانه بقره صغيره. خلصت؟ لسه خلاص خلص طيب طيب خذ امسك عديمة. يتفضل القارئ الأستاذ علي عبد الله العلياوي حكما في مادة التجويد مستقبلا بالصلاة على محمد وآل محمد. يتفضل جناب الشيخ عدنان الغنامي والشيخ محمد اللامي استقبلوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. يتفضل القارئ الأستاذ علي ناصر. يتفضل الأستاذ الحافظ علي محمد محسن المياحي حكما في مادة الحفظ فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيخ أبو مهدي مهاجر علي الشيع رئيس عشائر الكورجة السواعد والشيخ خالد محمد فاخر الساعدي والشيخ محمد فاخر الساعدي. يتفضل الإعلامي القرآني إبراهيم الجناحي تحيه بالصلاة على محمد وآل محمد. يتفضل الأستاذ السيد ظافر محمد هاشم رئيس وفد الحلة ومحافظة الحلة تحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم. يتفضل الأستاذ السيد جلال الياسري رئيس وفد محافظة السمار حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
يتفضل الأستاذ الحاج قاسم البياتي رئيس وفد محافظة ديالة، فليتفضل مشكورا مستقبلا للصلاة على محمد وآل محمد. صورنا الموبايل شوي رجعنا شوي يعني حتى شكرا جزيلا للشيخ ابو مهدي مهاجر على الشيخ ساعدي والشيخ يا رب العالمين الله الله صل على طه الامين الله الله في كل وقت وحين الله الله املا قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله ربي لك الله الله الله